يقول الإمام الشافعي عن السفر وعن الحركة وأهمية الحركة الإنسان والسفر والتغرب في الأوطان، يقول إيش؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصر فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إنسان طاب وإن لم يصل لم يطب. ويقول أيضا والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. شوفوا حتى الخيل يتحرك، الخيل يتحرك، كمان الشمس تتحرك، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. فسافر وتغرب، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. يلا كملوا هيك.